تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تبنت جماعة طالبان إطلاق الصواريخ على مطار كابول، وقالت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إنه كان يستهدف طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ووقع الصاروخ بعيد وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى المدينة. استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على 3 مناطق جنوب وغرب مدينة الرمادي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الذي كان تسلل إليها. وأعلن قائد شرطة محافظة الأنبار أن القوات الأمنية والعشائر استعادت السيطرة على المناطق وتمكنت من قتل جميع مقاتلي داعش المتسللين. قصفت الطائرات الحربية الروسية أهدافا لتنظيم داعش قرب مواقع تمركز القوات الأمريكية في محافظتي دير الزور وإدلب شرقي وشمالي سوريا. ولفتت الوزارة وأوضحت نقلا عن وزارة الدفاع أن القصف كان على مسافة آمنة من مواقع القوات الخاصة الأمريكية وقوات أخرى تدعمها الأخيرة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية. قتل 5 مصلين وأصيب 3 آخرون بجروح في تفجير استهدف مسجدا في شمال شرقي نيجيريا نفذته امرأة انتحارية، بحسب ما أعلن مسؤولون في ميليشيا محلية تساند الجيش في حربه ضد متمردي جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقع التفجير في مسجد في مدينة ديكاوا الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا تقريبا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الصين لإجراء محادثات تستغرق 3 أيام وسط جهود دولية مستمرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الأمريكي قال إن اتخاذ أي قرار عسكري أمريكي ضد كوريا الشمالية يعود إلى ترامب. رحب الرئيس الأمريكي الثلاثاء بقرار العهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، أعدا إياه خطوة إيجابية. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة. تحتفل شركة جوجل اليوم بعيد ميلادها 19، إذ تم الإعلان عن تأسيسها رسميا في مثل هذا اليوم من عام 1998. وافتتحت الشركة صفحة خاصة على موقعها الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة، وعند الضغط على صورة الحروف يظهر الطبق الدوار ويمكن الاختيار من بين 19 شكلا مختلفا. نهاية الموجز، في أمان الله. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.